شجاع ومشجع. صدق شجاع لأنه تم في ظل إكراهات قانونية وتنظيمية صعبة، وهو كذلك صدق شجاع لأن هي مسؤولية، صراحة هي مسؤولية لإنجاح التجربة وبنائها على أسس قويمة، تجاوزا وبعدا عن جميع الشوائب واستفادة من التجارب السابقة والرائدة في هذا المجال. وهو كذلك صدق مشجع لأنه يفتح شهية المؤسسات ويفتح شهية السلطات النقدية في المغرب ويفتح شهية المؤسسات الاقتصادية في المغرب على الاستقبال بصدر رحب لهذه الصناعة المالية الرائدة السليمة المستقرة لاقتصاديات الدولة. فهذه التجربة وصلنا الحمد لله إلى المليار الأول من التمويلات ولله الحمد في غضون تجربة قصيرة العمر. وأنا فرح اليوم في زيارتي لتطوان، سوف نقوم إن شاء الله بفتح وكالة في تطوان، وهذا من بركات هذه الزيارة، فهو لم يكن من المتوقع. فنحن في مشروع إن شاء الله قرب من المغاربة لخدمتهم هذه الخدمة. فاليوم نحن متواجدين في المدن الثمانية الكبرى للمغرب خدمة للمسلمين في المغرب حتى يستفيدوا من هذه المنتجات الموافقة لقناعاتهم الدينية. فلدينا مشاريع الحمد لله كبيرة من أجل تطوير المنتجات على هيكلة إسلامية بحتة وقيمة حتى تكون نموذج يحتذى به من المؤسسات المالية التي سوف تحدو حدوانا إن شاء الله. ولهذا نحن نستفيد بتفتح تام على التجارب السابقة في البلدان التي نجحت فيها التجارب، ونشكر الأساتذة العلماء الفضلاء الموجودون معنا اليوم الذين تشرفوا بقبول التعامل مع مؤسستنا النصح والإرشاد والتوجيه من أجل إرفاء هياكل تنظيمية ومؤسسة حكامة شرعية في مؤسستنا حتى نتجاوز بعض هذه الشوائب الحالية التي نعتمد إن شاء الله إصلاحها. وهذا المؤتمر يمس صلب الموضوع، فالمالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي لا يعتمد فقط إرضاء لله عز وجل، وهو هذا مطلوب وهذا أساسي، لكن هو أيضا وفيه مصلحة للبلاد ومصلحة للعباد، وهذا إعجاز اقتصادي بين. والدليل على ذلك وأنه من غير المسلمين في ماليزيا هم يشكلون نسبة كبيرة من زبناء المالية الإسلامية، فهناك فتح اقتصادي وهناك بركة اقتصادية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً للدكتور خليل المبيوري نائب رئيس مؤسسة دار الصفا للتمويل على هذه الكلمة. والآن أعطي الكلمة للأستاذ الدرداري أحمد عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والكلمة لرئيسها الدكتور عبد الله المصلح. فليتفضل أخونا أحمد مشكوراً. شكراً، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لم تخلقنا سدى ولم تتركنا هملا، بل أرسلت إلينا رسلا مبشرين ومنذرين، وأقمت علينا بهم الحجة وبينت لنا معالم المحجة، وهديتنا إلى طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمضينا في دروب الحياة على نور القرآن الكريم وتحت ظلاله، تحفنا نعم لا تعد ولا تعد، أعظمها شأناً وأجلها قدراً الإيمان بالله وكتبه ورسوله صلى الله على نبينا وعليهم وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، حين أذن الله لشمس الحق أن تشرق من جديد
فتبدد ظلمات الشرك والجهل، أنزل على قلب نبيه محمد قرآنًا خالدًا بهدايته باقيًا بإعجازه، وتكفلت قدرته الغالبة بحفظه إلى قيام الساعة، فعلت حجته كل ما عداها وسمى برهانه على كل ما سواه. إنه العلم، وهل يرد العلم إلا من سفه نفسه؟ إنه اليقين، وهل يصد عن اليقين إلا من رضي بالجهل قرينا؟ إنه النظر المتأمل في الآيتين المتألقتين، الآية المنظورة في خلق الله والآية المسطورة في كتاب الله. إنه الحجة البالغة الدالة على أن من خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن. لذا فإن من أهم أهداف الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن تجلي للناس هذه الحقيقة، وأن تكون قنطرة للتواصل العلمي نحقق من خلالها خدمة الإنسانية في البحث عما ينفع الناس ويمكث في الأرض، ولنثبت للعالم أن ديننا دين علم ومعرفة يبعث عن الحق ويدعو إلى الإبداع والتقدم والأخذ بأسباب الرقي المادي وصناعة الحضارة من أجل حياة إنسانية كريمة يسودها العدل، ويصير العلم فيها خادماً للناس معيناً لهم لا معول هدم وسبب دمار، وبذلك يصبح الناس جميعاً في أمن وأمان. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. سورة الإسراء الآية 9. ولعل من المناسب ونحن نفتتح هذا المؤتمر المبارك في هذا البلد الحبيب، بلد العلم والعلماء، أن أذكر إخواني العلماء والباحثين في هذا المجال أن يلتزموا عند الكتابة في هذا الشأن بعدة أمور مهمة، وهي: أولها الالتزام الكامل بالمنهج العلمي وضوابط البحث فيه، وذلك من خلال تجاوز ما هو في مستوى الفرضيات والنظريات التي لم يتم التأكد منها بصورة يقينية، وتخطي هذه المرحلة إلى مرحلة الحقيقة العلمية التي لا تقبل النقص ولا التغيير. ثانيا، وجود الدلالة الظاهرة على تلك الحقيقة في كتاب الله أو ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تعسف أو تكلف في التأويل. ثالثها، الربط الجيد بين هذه الحقيقة وبين دلالة النص الشرعي بأسلوب ميسر وسهل. رابعها، أن تكون تلك الدلالة موافقة للفهم الذي فهمه العرب الذين نزل عليهم القرآن الكريم بلغتهم ولهجاتهم المختلفة. وهذا ما نسعى إليه كأهم هدف من أهداف قضايا الإعجاز العلمي، وهو أن نرفع بالعلم راية الإيمان بالله ورسوله. وكم كنت أتمنى أن أكون بينكم وبين إخواني العلماء في هذا البلد الكريم، ولكن نظراً لارتباطات سابقة على هذا المؤتمر أرجو أن تقبلوا عذري من خالص متمنيات لكم بالتوفيق والسداد. وما العزة إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تلاها عليكم الدكتور أحمد درداري، أستاذ بجامعة عبد الملك السعدي، وعضو الفريق البيداغوجي لماستر المالية الإسلامية بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان، الأول مغربياً ومغاربياً. والسلام عليكم. شكراً للدكتور الدرداري أحمد على قراءة هذه الكلمة للدكتور عبد الله المصلح، جزاكم الله جميعا أحسن الجزاء. والآن أعطي الكلمة للسيد الدكتور أحمد الدعمار رئيس الجماعة الحضرية بتطوان، ليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد سفير جمهورية ماليزيا، السيد سفير دولة إندونيسيا، السيد ممثل سفير بوروندي،
السيد رئيس جامعة عبد الملك السعدي للمملكة المغربية، السيد عميد كلية العلوم بتطوان، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة تطوان، السيد ممثل رؤساء المجالس العلمية بجهة طنجة تطوان والمشاركة في تنظيم ودعم هذا الملتقى العلمي الدولي، السيد ممثل رؤساء المجالس العلمية الجهوية كذلك، السيد رئيس منظمة المجتمع المدني بالمغرب، السادة العلماء، السادة الأساتذة، السادة الباحثين، الحضور الكرام. في البداية أود باسم ساكنة هذه المدينة العلمية المضيافة أن نرحب بكم جميعا، سواء الضيوف الوافدين على المملكة المغربية أو العلماء الباحثين والضيوف الوطنية الوافدين على هذه المدينة. وأود كذلك باسم ساكنة هذه المدينة العريقة العلمية المجاهدة المضيافة أن أشكر اللجنة المنظمة القائمة على هذا المؤتمر العلمي في نسخته الرابعة، والذي من خلاله تكون المناسبة لمدينة تطوان أن تستضيف العلماء الأجلاء والمفكرين والخبراء والباحثين سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي. فمرة أخرى مرحبا بكم، وشرفتم أهل هذه المدينة وشرفتم مدينة تطوان، ونتمنى لكم مقاما سعيدا، ونتمنى كذلك لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق، والسلام عليكم. محمد ابن عمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان على هذه الكلمة الترحيبية. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، وهي خير ما نختتم به الجلسة الافتتاحية، تكريم شخصيات قدمت خدمات متميزة للدراسات القرآنية والمالية الإسلامية والتغذية الصحية. أولاً الأستاذ الدكتور محمد فاروق النبهان من رموز مضيئة في فكرنا الإسلامي المعاصر، إنه أستاذ جليل ومفخرة من مفاخر العالم الإسلامي. ثانياً الأستاذ الدكتور عباس الجراري مستشار صاحب الجلالة وعميد الآداب المغربي ومفكر تنتمي إليه عدة حقول معرفية في الآداب واللغة والثقافة والدراسات الإسلامية، وتسلم شهادته التكريم للدكتور مصطفى الزباخ نيابة عنه. ثالثاً فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الفايد أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، قدم العديد من الأبحاث القيمة في مجال علوم التغذية. فليتفضل الدكتور محمد الفايد إلى المنصة. أرجو. والآن يقدم جائزة التكريم العامد
تسلمها. نعم الثاني كويس. والجائزة التكريمية للدكتور محمد الفايد يقدمها عميد كلية العلوم السيد محمد الرامي. أما الهدية التكريمية للدكتور الأستاذ الدكتور عباس الجراري مستشار صاحب الجلالة يقدمها رئيس الهيئة للأستاذ مصطفى الزبخ، فليتفضل مشكورا. عفوا، يقدم الجائزة التكريمية للدكتور عبد السلام الجراري مستشار صاحب الجلالة الدكتور محمد عيد عمارة عمار رئيس الجماعة الحضارية بتطوان. عيد عمار. إن شاء الله الرحمن الرحيم. الآن نبدأ بعد صلاة العصر إن شاء الله وحفلة شيء، نبدأ الجلسة العلمية الأولى إن شاء الله الرحمن الرحيم. فشكرا لكم على سعة صدركم، والآن نعمل صورة جماعية مع السادة الأساتذة المحاضرين، وشكرا للحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعودة بعد صلاة العصر إن شاء الله.